ثم ذكر معلقا. ما هو هذا المعلق؟ أيوة. وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية. نعم. هنا إبراهيم، من إبراهيم أولا؟ تفضل يا حبيبي. هو يزيد بن قيس بن عرف. هو يزيد؟ يزيد لا يا عم، هو إبراهيم. إبراهيم بن يزيد، احنا ذكرنا إبراهيم في الوجه. لا، احنا ذكرنا إبراهيم بس ما قلنا ابن، فلابد أن نقول ابن. أيوة. هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي، فقيه ثقة إلى أنه يرسل كثيرا، مات سنة دون 100، سنة 96 وهو ابن 50 سنة. طيب، من روى هذا المعلق؟ وكيف وصلت عند ابن ابي شيبة من غير رقم؟ ما جبت الرقم. وكيف بدك توصل من غير رقم؟ انا معاي تلفونك بس ما معاي رقمك. نعم، تفضل. وصله ابن ابي شيبة المصنف الجزء 11 صفحة 372 رقم 62 و200 و2000. لا، 2 و600. 2 و600 و200 و2000. لا، و22 ألف يا حبيبي. 602 و22 ألف. قال: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن إبراهيم أنه كره أجر النائحة والمغنية والكاتب. نعم، إذن إبراهيم النخعي كره، والكراهة في فتوى السلف هي معناها ماذا؟ الحرمة. كما بينا سابقا أن السلف كانوا يستخدمون كلمة الكراهة بمعنى الحرام، أي يحرم هذا الأمر. وذكر النائحة والمغنية. ما معنى النائحة؟ نعم، هي المرأة المستأجرة لرفع صوت، لترفع صوتها بالبكاء عند نزول المصيبة عند قوم فيستأجرونها. تفضلي تعنوحي ولك مبلغ مبلغا والعياذ بالله. فهذا كان من عادة الجاهلية. والمغنية الممتهنة للغناء، لأن غناء المرأة لزوجها جائز، وغناء المرأة في الأعراس جائز، لكن بالضوابط، وهو أشبه ما يكون بالنشيد. فمن الضوابط: واحد، ألا يكون على ألحان أهل الفسوق. اثنين، ألا يحتوي على فحش الكلام وبذاءة الكلام. ثلاث، ألا يتخذ عادة بحيث أنه يصبح أكثر من سماع القرآن والكلام بالقرآن. رابعا، ألا يتخذ عبادة بحيث أنهم يعتبرون هذا الشيء تقرب إلى الله، بل منهم من حل محل القرآن. وبالتالي هذه الأشياء، أن تتخذ هذه الأمة تصبح مغنية، فهذا شيء حرام. ومن الناس من يشري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فإذا هذا من الضلال، من الضلال. وماذا يريد الإمام البخاري بذكر هذا الأثر مع أنه ليس فيه عن كسب البغي؟ ماذا يريد الإمام البخاري بهذا الأثر المعلق مع أنه ليس في كسب البغي؟ تفضل. هذا من الأكسب التي محرم أيضا، تلعب. هذا من المحرمات، بس شو دخلوا في الموضوع؟ أنا الجامع المشترك بينهم أنهم كلهم حرام ونهى عنهم يعني الشرع، وأنا الإمام من السلف نهى عن هذا الأمر. هذه الأشياء محرمة في الباب الأول، أن يكون الكسب البغي والإماء بالفجور حرام. كيف باب أولي يا رجل؟ كيف الزنا
هذا أولى، زنها أشد. تفضل. أنا الأمل الذي يمكن التكسب في الزنا يمكن أن تتكسب عن طريق الغناء أو القاعدة أن ما حرم يحرم التكسب به. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. الجامع أن ما حرم لذاته حرم التكسب به، فيحرم النائحة، تحرم النياحة، فيحرم كسبها، يحرم الغناء فيحرم كسبها، يحرم الزنا فيحرم كسبها. فإذا ما حرم لذاته فإيش؟ فإنه يحرم التكسب به. إيش ممكن تعطيني أمثلة يحرم فبالتالي يحرم التكسب به؟ مئات الأشياء. إذا لا يقال الحلاق، حلق اللحية، حلق اللحية حرام، فالتكسب به حرام. مثال رابع. أيوة تفضل. تقديم الخمر أو بيع الخمر حرام لذاته يحرم بيعه. لا إحنا بنحكي عن الأفعال، بنحكي عن الأفعال، ما بنحكي أنواع المحرمات بيعها. قولي دخان وخمر ما لناش خص في الموضوع، بنحكي عن الأفعال. زي ما قال لك حلق اللحية حرام فالتكسب بها حرام، فالآن نذكر أفعالا تحرم وبالتالي بيع الأواعي الكاسيات. رجع أقول لك بيع الأواعي عامل الصيانة الذي يعمل في البنك يصلح يصلح الماكينات السحر وكل أفعال السحر حرام، فبالتالي التكسب عن طريق السحر لا يجوز. طيب عشرات الأمثلة يوجد، وبالتالي التكسب بهذا الحرام. وبعض الناس الآن والعياذ بالله يتكسب بالحرام، فمثلا المرأة التي تعرض الأزياء، عرض الأزياء حرام، أنا تبرج والتكسب به شو ايش في عندك 200 مثال فيها والعياذ بالله مما نراه من أفعال محرمة، وأصبحت هذه الأفعال المحرمة يتكسب بها، وبالتالي من يضرب يعني ملحقات الغناء من المعازف ومحرمات أصبح يتكسب بها وهكذا أشياء. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الحرام. طيب وقوله تعالى وقول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فتياتكم إماؤكم. لكن في شيء في الحاشية وقال مجاهد فتياتكم. نعم. إذن هنا إخواني في الله ينبغي لنا أن نفهم أنه ذكر هذه الآية على حرمة الزنا. طيب قبل أن نذكر ولا تكرهوا، ما معنى الإكراه؟ نعم الإجبار الملجئ الذي لا مفر منه. وفتياتكم ما معنى الفتاة هنا كما ورد في التفسير؟ الأمة. ولا تكرهوا فتياتكم أي إماءكم على البغاء، لكن هنا شرط إن أردنا تحصنا، معناته إذا لم يردنا تحصنا فعندها جائز لهن التكسب بهن عن طريق الزنا. ما رأيكم بهذا الكلام؟
ما رأيكم بهذا الكلام؟ تفضل. أن هذا القيد قيد بياني. ما رأيكم بهذا الكلام؟ أقول له هذا الكلام إيش؟ خطأ. لما؟ لأن هذا المقصود به قيد بياني وليس قيد تشريعي. مش فاهمين جو هذا. مخرج الغالب. إيش يعني خرج مخرج؟ يعني أن النساء لا يريدن الزنا. المؤمنات لا يريدن الزنا. المؤمنات لا يريدن الزنا. من يساعده؟ تفضل. أن هنا لا يعمل بمفهوم المخالفة. مش فاهمين شو مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة أنها إن لم ترد التحصيل كأنه يجوز لها أن تزني. إذا مفهوم المخالفة حكم مسكوت عنه يفهم بخلاف الحكم المساق إليه، وكما قال أخونا هناك الحكم المساق إليه إن أردنا تحصنا فيحرم عليك أن تجبرها. المسكوت عنه بالمخالفة هو إن لم إن رضيت فلك أن تكرهها على الزنا. فهل هذا الجواب وهذا الكلام مقصود؟ يقول لا. لما؟ غالبا تريد الإحصان لا تزني. غالب الفتيات المؤمنات كما قال هنا غالب الفتيات المؤمنات لا يردن الزنا، فهذا خرج مخرج الغالب وليس هذا كما قال أخونا هنا. هذا القيد ليس تشريعيا وإنما هو بياني، أي يبين حال الفتيات، يبين حال الفتيات أنهن يردن العفة، وسوف يأتي الشرح إن شاء الله أكثر في نهاية الدرس. لكن هذا استنى شوام، هذا المعنى الإجمالي. فبالتالي الشرح لمفهوم المخالفة سوف نحاول أن نشرح أكثر في نهاية الدرس، لكن حتى لا يدركنا الوقت فنحن خرجنا بالخلاصة الآن. طيب مجاهد، من هو مجاهد ومن وصل هذا المعلق؟ تفضل. مجاهد هو بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاه من مكي، ثقة إمامه في التفسير وفي العلم، مات سنة 1400 وله 83 هو الحافظ في التغريق لعبد الدبين في تفسيره الجزء الثالث صفحة 87 و200. قال عبد الدبين في تفسيره حدثنا روح عن شبل عن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ولا تكرهوا فتيات على البغاء، قال إماءكم على الزنا. عبد بن حميد تفسيره طبعت منه قطعة صغيرة، ولكن بما أننا ليس بين أيدينا تفسير عبد بن حميد فنرجع إلى ماذا؟ إلى الكتب الأخرى. فمن رجع إلى الكتب الأخرى؟ تفضل. رجع إلى ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم تحت الآية 33 من سورة النور. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى فتياتكم على البغاء، أي إمائكم على الزنا. نعم. وأيضا رواه الطبري في جامع البيان جزء 17 صفحة 93 و200 بإسناده عن مجاهد قال ولا تكرهوا فتياتكم قال إماؤكم، قال إماؤكم أو إمائكم على أساس أن بالكسر. فإذا إخواني في الله، إذا مجاهد من تلاميذ ابن عباس، وهو يفسر الآية كما ذكرها الإمام البخاري، والمعلق وصله ابن أبي حاتم في التفسير والطبري في تفسيره.